فما في شك انها من اصعب اللحظات بالنسبه لي ان التقي فيكم اليوم في لقاء قد يكون لا يتكرر في قادم الايام والسنوات. مثل ما تابعتوا طبعا وشفتوا عن قناعة تامة وبعد تفكير عميق لعدة أشهر قررت أني لا أترشح للانتخابات القادمة في الاتحاد، إيمانا مني الحقيقة بأنه حان الوقت لإجراء شيء من التغيير، وخاصة بعد أن ما شعرت بالسعادة والفخر الكبير بأني أديت الأمانة اللي أوكلت لي بكل اجتهاد وحققت معكم حقيقة وبكم كثير من النجاحات والحمد لله رب العالمين. فدائما الإنسان عندما يقرر أن يخطو خطوة أخرى في حياته يجب أن يختار التوقيت الصحيح، والقرارات المهمة في حياة الإنسان يجب أن تتخذ في الوقت المناسب. لذلك أنا سعيد أني أنا من اخترت هذا التوقيت، وكان بقناعة تامة وبارتياح كبير. فأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن الفترة التي قضيناها معا كانت مفيدة للجميع، وأن كل واحد فينا استفاد وتعلم من الآخر. أنا شخصيا استفدت وتعلمت منكم واحد واحد، كلكم حقيقة، سواء إخواني في مجلس الإدارة أو في الجهاز التنفيذي أو في اللجان العاملة أو في الموظفين. وأعتقد بأن الاتحاد العماني اليوم أصبح مؤسسة محترمة مكتملة الأركان، يعمل وفق منهجية مؤسسية واضحة. ما في شك أن التحديات كبيرة وأنه دائما المنافسات حامية، وسواء على مستوى الأندية أو على مستوى المنتخبات، ولكن عندما يكون عندك عمل مؤسسي جيد فلا خوف على نتاج العمل في المستقبل. النتائج ستأتي والفوز سيأتي والنجاح سيأتي طالما أن العمل المؤسسي مكتمل والحمد لله رب العالمين. فهذه هي فرصة طيبة أن أقدم لكم الشكر الجزيل مني شخصيا على كل ما قدمتموه أثناء فترة تواجدي معكم وفترة تواجدكم معي في زمالة العمل في مجال الكرة. وأنا متأكد 100% بأن كل واحد فيكم لديه الكثير أن يقدمه في هذا الجانب في قادم الأيام، سواء من خلال وجوده في مجلس إدارة أولئك الذين سيسعون للبقاء وأتمنى لهم التوفيق إن شاء الله، أو من خلال الأخوة في اللجان العاملة أو الموظفين طبعا اللي إن شاء الله راح يستمروا مع الاتحاد في الفترات القادمة. عمان تستاهل مننا الكثير من التضحيات، كرة القدم تستاهل مننا الكثير من العطاء، الرياضة بشكل عام شيء جميل في حياة الإنسان، علينا أن نؤمن بأهميته وبضرورة العطاء من أجل هذا القطاع. فشكرا جزيلا على وجودكم وكل التوفيق لكم إن شاء الله، وأتمنى إن شاء الله أن نتواصل معكم في قادم الأيام في كل ما يخدم شبابنا وبلدنا في كل مجالات الحياة وخاصة في المجال الرياضي. أقدر كثيرا الجهود التي بذلوها أخواني أعضاء مجلس الإدارة الحاليين والسابقين، وأقدر كثيرا جهود الأخ الأمين العام الحالي والأمناء السابقين اللي سبقوه، وأقدر كثيرا جهود كل العاملين باللجان الحقيقة الحالية والسابقة في الفترات اللي أنا اشتغلت فيها في الاتحاد، وأخص بالشكر الجزيل اللجان القانونية الحقيقة اللي اشتغلوا معانا في فترات صعبة وتحملوا كثير من الصعاب في حل كثير من الإشكاليات المتعلقة بالمسابقات وبمجال عمل الاتحاد بشكل عام.
وطبعا ما كان بالإمكان أن يخطو الاتحاد وينجح كل هذه النجاحات إلا بتفانيكم كموظفين وبجهودكم وإخلاصكم، بالرغم من كثير من التحديات اللي واجهتوها أنتم بنفسكم في العمل، ولكن نحن جزء صغير من بلد كبير مرتبطين بأمور كثيرة تتعلق بموازنات وبقوانين وبإجراءات وبنظم، وبالتالي ما كل ما يتمنى المرء يدركه كما يقول الشاعر، ولكن في النهاية يبقى هدفنا هو الوطن وحب الوطن ومصلحة البلد فوق كل اعتبار، وأنا واثق إن شاء الله من أن الإدارة القادمة للاتحاد ستبني على ما تحقق في الفترة الماضية وستسعى أن تواصل هذه النجاحات وأن تحقق إن شاء الله منتخباتنا النتائج المرجوة وأنديتنا نتائجها طيبة، وأن يستمر يعني عطاء دورينا إلى الأفضل إن شاء الله بفضل جهود الجميع. ما أريد أن يعني أطول عليكم، وما أريد أن أنسى حد من اللي ذكرتهم، ولكن كلكم مشمولين بحبي وتقديري العميق.